لكن اختيارات المدرب في منتخب تونس، اختيار 4 حراس مرمى، انتوا عملت الماتش الفرنسي، ماتش فرنسا كان ماتش ممتاز، لما اعتمد على اللاعب علي معلول ادوا اداء جيد، وجوده كان ممكن في الماتش بتاع استراليا يكون يقوي اكتر الجهه الهجوميه. اختيار 4 حراس في تشكيل او في القائمه بتاعه منتخب تونس، هل ده كان في كاس عالم ممكن يكون 3 حراس يبقى افضل من كده، يدي فرصه اكتر للاعب يكون موجود؟ والله شوف، انا اعرف تقريبا ليش المنتخب التونسي او جلال قادر يعني اختار 4 حراس، لانه في كاس العالم الماضي لو تتذكروا وسيبنا الحارس الاول والحارس الثاني واستدعينا حارس اخر رابع من تونس، لانه تقريبا لعبنا المباراه الثالثه، المباراه الاولى لعبناها بحارس من بعد اصيب معز حسن في مباراه الاولى ضد المنتخب الانجليزي، أصيب وتخلى بن مصطفى، المباراة الثانية أصيب بن مصطفى، المباراة الثالثة لعبها البلبوني ولقينا نفسنا يعني مجبورين باش نجيبوا معز يعني باش يكمل المباراة الثالثة، ذاك علاش كان في تخوف تكون هناك إصابات، خاصة أنه فما حارسين من الحراس يعني الأربعة اللي كانوا متواجدين ما كانش عندهم برشا يعني وقت لعب، ما كانش الدوري التونسي بدا متاخر شويه نوعا ما، ما كانش عندهم الريتم بتاع المباريات، كان المدرب يعني والاطار الفني متخوف من الاصابات ولا يصير له مثل ما صار يعني بالنسبه لسنه 2018. بالنسبه لك علاش قلت لك يعني هناك حسره كبيره بالنسبه لمباراه استراليا، لأن مباراه استراليا كنا في حاجه احنا للاسيست بتاع علي معلول، كنا في حاجه لتوغلات علي معلول، كنا في حاجه لتمركز علي معلول، كنا في حاجه الفكر الكروي التكتيكي بتاع علي معلول والكروسات بتاع علي معلول، هذاك علاش تغيير علي معلول وتغيير دراجن، المفروض كشريده كان يلعب في الجهه اليمنى، علي معلول يلعب في الجهه اليسرى ويدخل، تكون هناك تغييرات معناها في خط وسط الميدان، يدخل محمد علي بن رمضان في خط وسط الميدان لانه اللاعب ممكن الوحيد في خط وسط الميدان مع فرجاني اللي قادر باش يوصل الكره للخط الامامي ويكون ممول معناها للواحد، وهبي الخزري ايضا كان يمكن يكون اساسي في تلك المباراه. يعني احنا الخطا نتاعنا اللي عملناه بين المباراه الاولى والثانيه ان خلينا على نفس التركيبه التكتيكيه وتقريبا على نفس اللاعبين مع تغيير واحد بين المباراه الاولى والثانيه، وقت المباراه الثانيه كان لازم يكون عندنا نفس هجومي اكثر،